البيتكوين بحقل الغوم، أرقام ما شفناها بعام 2021. إلى أين ممكن يتجه البيتكوين؟ وما هي الحركة القادمة؟ أيضا انفجار عملة الميم البي بي، وماذا يعني انفجار عملات الميم؟ وهلا شباب خلونا نروح لمنصة أكسس وندخل بمجال الفوركس. المجال يا صديقي تداول العملات الأجنبية على منصة عربية، بتحصل على بونص ترحيبي قيمته 1000 دولار. أيضا صديقي بتحصل على خدماتنا بالمنصة، صفقات مجانية بالكامل. ولا تنسى تترك تعليق على الفيديو لتكون أحد الرابحين معي بيوم غد، وتابع معي الفيديو للأخير صديقي لتعرف إذا كنت أنت ربحان معي بيوم أمس. البيتكوين شباب في حقل من الألغام، حرفيا الأرقام اللي نحن فيها الآن فخ. هل ممكن ندخل السوق الآن؟ هل في مزيد من الصعود؟ أو ممكن نواجه تصحيح عنيف؟ بعد وصول إلى جميع المقاومات اللي كنا محددينها، منطقة 59,000 منطقة شرسة، نحن على بعد من قليل بقمة الدورة الماضية. ما زلنا نسأل نفسنا هل ما زلنا نحن ببول ماركت؟ لا يا صديقي، الصعود اللي حاصل حاليا صعود صاروخي، هو من شراء المؤسسات الاي تي اف. اما عن المستثمرين، كثير من الاشخاص خارج السوق، في كثير من المستثمرين الان خاسرين في العملات البديله، العملات نايمه ما فيها اي ارباح تذكر. 90% من المستثمرين متخبطين وما في اي خطة للتداول. الخوف وعدم اليقين سبب الخسارة. لكن مع ارتفاع البيتكوين صديقي الى هاي الارقام، لاحظنا المحافظ اللي عددها من 1000 إلى 10,000 بيتكوين في ازدياد. صديقي طبعا هاي المحافظ ما هي للمستثمرين، هاي المحافظ للمؤسسات. لكن بشكل عام طالما نحن اعلى مناطق 55,000، الفرصة الصعودية للبيتكوين قوية جدا. اذا كنت متأخر وراحت عليك فرصة الاستثمار، بتمنى منك تنتظر بعد هيك ارتفاع. البيتكوين ممكن يصحح من 30 إلى 40%. أما إذا كنت من المضاربة، فنحن في القناة بنقدم صفقات قوية بالمضاربة. أتمنى منك تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. أما عن عملة البي بي صديقي، كان في ارتفاع قوي، ارتفاع 100%، ارتفع حجم التداول على العملة بنسبة 300%. العملة الملقبة بالضفدع عملت اليوم أداء جدا ممتاز، كانت قائدة الارتفاع بسوق الكريبتو. قاعدة نسبة نجاحها 70%. الضخ في عملات الميم، هذا المؤشر سلبي على تصحيح قريب يكون بعد أيام في العملات القيادية، يعني تناسب عكسي في حركة الشرط ما بين العملات القيادية وعملات الميم. تبقى دراسة نسبة الصحة 70%. وطبعا صديقي دخولك الآن بالعملة خطر، بتمنى منك صديقي تنتظر مناطق الدعم. وبتمنى منكم الفيديو نال إعجابكم. وهلا شباب خلونا ننتقل للموقع الشهير لنسحب من الفيديو بيوم أمس بشكل عشوائي. حطينا رابط الفيديو وشلنا التعليقات المتكررة وحلينا الكابتشا وعملنا السحب، وهذا هو الشخص اللي فاز معنا. بتمنى من الشخص يتواصل معي ليحصل على الجائزة. صديقي لا تنسى تترك تعليق لتكون أحد الرابحين معي بيوم غد. وإذا استفدت من هذا المحتوى لا تنسى دعمك على قناة التليجرام وقناة اليوتيوب. صديقي جوائزنا يومية بقيمة 30 دولار.